طيب نروح بقى مع حضراتكم على مقر جريدة الجمهورية مع مراسلتنا العزيزة نورهان طمان اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعالمية، وبالمناسبة برضو هيكون معها لقاء مع الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية. نورهان صباح الخير عليكي وصبحنا على ضيفك العزيز، وعايز أستأذنك بس إن أنت يعني يبقى ركز لنا كده في الكلام مع استاذ حسام على واحد من الاخبار اللي للاسف حزينه، يعني وفاه اللاعب عاطف عبد الرحمن اللاعب في القسم الرابع من الدوري، ومدى صحه الكلام اللي بيتقال ان هو توفي نتيجه انه بلع لسانه. دي حقيقه فعلا؟ انا قريتها فعلا. طب برضو بقى اذا كان كده وانت بتدردشي مع استاذ حسام يا ريت برضو تعملوا لنا ستريس كده الى حد ما على موضوع يعني او ملف الاجهزه الطبيه اللي موجوده مع الفرق اللي من النوع ده بصفة خاصة، ومدى استعداد أي استاد بتقام عليه أي مباراة لوجود جهاز طبي خاص بيه بشكل مستقل يبقى دكاترة تبع الاستاد إلى جانب الدكاترة الموجودين مع الفرق الرياضية. فضل. أنا ممكن أضيف في نقطة هنا يا كريم على النقطة دي برضو يا نورهان قبل ما تبدأي، عفوا، لأن يعني بعض الفرق اللي هي الدور الرابع بيبقى فيه مش عربية إسعاف موجودة للأسف، بتبقى عربية نقل موتى، فإحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، عايزين نعرف برضو يعني من ضيفك طبعا تفاصيل هذا الموضوع أكتر. فضل. يا صباح الخير عليك يا نهواندو، صباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة الجمهورية على نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم، ولكن زي ما عودناكم خلينا نفكركم بأهم المباريات النهاردة. في إياب دور الستاشر لدوري أبطال أوروبا، يوفنتوس هيواجه بورتو الساعة 10، وبروسيا دورتموند هيواجه إشبيلية الساعة 10 أيضا. أما على الصعيد المحلي فالاتحاد السكندري هيواجه غزل المحلة الساعة 7، وده في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر في الدوري المصري. نروح بقى لأبرز أخبارنا، ويمكن الخبر اللي أنتوا تكلمتوا عنه يا كريم ويا نهواند ووفاة طبعا اللاعب المفاجئة عاطف عبد الرحمن، طبعا يعني بنعزي أنفسنا وبنعزي أهله، وبنسأل الله الصبر والسلوان لأهله ولأقاربه. من جريدة اليوم السابع، أمين صندوق مركز شباب القنايات يكشف تفاصيل وفاة اللاعب عاطف عبد الرحمن. كشف أشرف العسيلي أمين صندوق مركز شباب القنايات، وده مركز بيلعب في الدوري الرابع، عن تفاصيل وفاة اللاعب عاطف عبد الرحمن صاحب 23 عام في المباراة اللي كانت أقيمت أمس في العاشر من رمضان، واللي كانت أمام مركز شباب الرواد. يمكن طبعا خبر صادم ومفاجئ لكل متابعي كرة القدم في مصر والوطن العربي والعالم أجمع، فكرة أنه لاعب يعني بيسقط مخشي على وجهه في مباراة بيكون أمر صادم للغاية. أشرف العسيلي قال أنه كان في يعني إسعاف أو يعني التجهيزات الطبية كتيرة داخل المباراة، ولكن اللاعب توفي بشكل مفاجئ، وده حسب تصريحات أمين صندوق مركز شباب القنايات. ومن اليوم السابع أيضا 50,000 جنيه لمصابي كورونا من موظفي اتحاد الكرة. قررت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة السيد أحمد مجاهد منح 50,000 جنيه للمتضررين من داخل الجبلاية واللي كانوا أصيبوا أو يعني أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا، وده طبعا عوضا ليهم ومساعدة ليهم في الإجراءات الطبية لاستكمال شفائهم. كمان اتحاد الكرة قرر عمل مسحة طبية للحكام قبل الجولة الـ15 من بطولة الدوري، بعد ما كان اتحاد الكرة يعني معترض على إجراء المسحة على نفقة الجبلية، ولكن تراجع اتحاد الكرة وقرر إجراء المسحة لحكام الدوري المصري. ومن جريدة الجمهورية، المريخ السوداني يواجه شبح الاستبعاد من أبطال أفريقيا. تعيش جماهير نادي المريخ السوداني حالة من القلق والترقب حول موقف الفريق في الفترة القادمة من المشاركة في أو الاستمرار المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، بعد ما شارك 2 من اللاعبين كان تم وقفهم من قبل الاتحاد السوداني لكرة القدم أمام في مباراة سيمبا التنزاني، واللي انتهت يمكن بالتعادل السلبي بين الفريقين. حالة الغضب اللي نالت جماهير المريخ السوداني جاءت بعد ما أعلن الحساب الرسمي للمريخ السوداني انه رئيس مجلس اداره النادي هو اللي يمكن اشار او يمكن هو اللي قال المدير الفني انه اللاعبين رمضان عجبوا بخيت خميس يعني قانونا ان هم ممكن يشاركوا في مباراه سيمبا التنزاني، ومن الواضح انه ده كان خطا جسيم. ومن موقع يلا كوره، رئيس لاليجا انتقال صلاح الى برشلونه او ريال صعب، لن يجد اموال كافيه.
أكد خفيرتي باس رئيس رابطة الدوري الأسباني أنه اللاعب محمد صلاح ونجمنا المصري نجم فريق ليفربول يمكن من المتعارف أنه يعيش فترة ليست جيدة داخل قلعة أنفيلد. وقال رئيس رابطة الدوري الأسباني أنه اللاعب طبعا إضافة كبيرة جدا للدوري الأسباني، ولكن يمكن في الفترة الحالية وأزمة كورونا أثرت بشكل كبير جدا على يعني ميزانية العديد من الأندية داخل الدوري الأسباني طبعا، وعلى رأسهم برشلونة وريال مدريد. وقال أنه يمكن وجوده في ليفربول يعني هو الأقرب للاعب بسبب الأموال. كمان رئيس رابطة الدوري الأسباني قال أنه رحيل ميسي أو رونالدو طبعا في السابق أو رحيل ميسي فيما هو قادم عن الدوري الأسباني لن يقلل من قيمة طبعا مواجهة ريال مدريد وبرشلونة في المواجهة المعروفة طبعا باسم الكلاسيكو. ومعنا آخر أخبارنا أيضا عن نجمنا المصري محمد صلاح من جريدة الشروق نقلا عن ديلي ستار، وده يمكن خبر مغاير شوية لتصريحات رئيس رابطة الدوري الأسباني. الخبر عنوانه بيقول صلاح قرر الرحيل عن ليفربول ويحدد وجهته المقبلة. ديلي ستار أكدت أنه نجمنا المصري محمد صلاح ليفربول أيامه أصبحت معدودة داخل فريقه في الدوري الإنجليزي، وقالت أنه الفترة القادمة اقترب اللاعب من الانضمام لريال مدريد بعد ما فشلت أو مع اقتراب فشل انضمام كيليان مبابي نجم الفرنسي، وطبعا هالاند طبعا يعني النجم يعني نجم فريق بروسيا دورتموند لريال مدريد. ويمكن ديلي ستار أكدت على أنه محمد صلاح لن يستمر في ليفربول، وكمان أشارت إلى أنه عقده هينتهي في يونيو 2023 وأنه بيتقاضى ما يقرب من 230 ألف استرليني أسبوعيا. للتعليق بقى طبعا على أخبارنا معنا النقد الرياضي حسام الغرباوي، النقد الرياضي بجريدة الجمهورية. طبعا بنرحب بحضرتك معنا في قناة النادي الأهلي، وطبعا خلينا نتكلم الأول عن وفاة اللاعب عاطف عبد الرحمن. يمكن إحنا قدام حالة إنسانية يعني صعبة جدا، لاعب صغير بيموت بشكل مفاجئ. هل إحنا لسه قدامنا كتير قوي على ما يعني ما نبقى يعني شايفين انه التجهيزات الطبيه في الدوريات يعني الغير الممتاز في الدوري المصري، ولا يعني انت حضرتك شايف المشهد ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا خالص العزاء لأسرة الفقيد، ولكن طبعا احنا عارفين من ساعة المرحوم محمد عبد الوهاب ما توفى في الملعب يعني جميع المسؤولين في مصر اتخذوا الإجراءات الطبية اللازمة، وبقى فيه إسعافات طبية قوية، ده اللي أنا شايفه. ولكن طبعا لو احنا حضرتك شفتي ان المسؤول عن اللاعب او في النادي أكد ان اللاعب خلاص ما هو مات فجأة في الملعب، ما اداش فرصة طبعا للفريق الطبي ان هو يقوم بالإسعافات، خاصة ان هذه الحالات خاصة بلع لسان في الملعب بقت سهلة جدا، وحصلت كتير ان في بعض الأطباء في مصر في بعض المواقف حصل ولكن تم إنقاذه في خلال ثواني. فطبعا إن شاء الله بإذن الله دي ما تتكررش تاني، ويبقى في إسعافات أقوى، ودي كمان تخلي المسؤولين يشوفوا هل لو في نقص أو حاجة، لكن دي بتعتمد على خبرة الطبيب الموجود وده متوافر، وطبعا دي سنة الحياة، واللي أنا شايفه إن هو أجله يعني. فخالص العزاء وإن شاء الله بإذن الله ما نشوفهاش تاني في ملعب مصر يعني. طيب مباراة الأهلي غدا والإسماعيلي حضرتك شايفها إزاي؟ مواجهة محلية جديدة بعد طبعا خوض معترك أفريقي قوي، يمكن تعادل يعني إلى حد كبير مخيب للأمال، ولكن أكيد طبعا التواجد أو الظهور المحلي النادي الأهلي هيكون مختلف. طبعا هي دي كرة القدم، يعني كرة القدم بتملي بتشهد مفاجآت كتيرة جدا، ولكن الأهلي متعود على الصعاب وقادر أنه هو ياخدها بإذن الله. أنا بعتبر أن مباراة الإسماعيلي هتبقى إعداد قوي للمباراة الأفريقية في الجولة الرابعة إن شاء الله، ودي هتدي فرصة كبيرة لمسلمان اللي هو يعيد ترتيب أوراقه تاني، طبعا إلى جانب عودة كثير من اللاعبين زي صلاح محسن إن شاء الله قرب إن هو يبقى موجود، أكرم توفيق، وبيتقال طبعا إلى جانب باهر إن شاء الله كان عنده خلع في الكتف ابتدى إن هو بإذن الله في طريق ناصر هير، وبعد كده عندنا علي معلول، وإلى جانب طبعا وليد سليمان. فعندنا أوراق كتير ما كانتش موجودة أو كان في أسباب لعدم مشاركتها، فأكيد إن هي هتبقى مختلفة تماما، إلى جانب ظهور محمد شريف طبعا البديل في فيتا كلوب وقدر إن هو يجيب التعادل.
عودة نغمة التهديف لمروان محسن طبعا دي بتضيف حاجات يعني قوة لفريق الأهلي. وطبعا على الجانب المقابل الإسماعيلي يوفيتش بيحاول ان هو ياخد يحاول يعني مثلا ايه ان هو يلملم جراح لانه طبعا في مركز 16 اللي هو تخيلي حضرتك ان هو تحت البنك الاهلي اللي هو الوافد الجديد، فطبعا اكيد هتبقى في قوه وشراسه في المباراه دي، واحنا عايزين كده، احنا عايزين نشوف قوه وعوده الاسماعيلي، وطبعا ده هيدي فرصه للاهلي ان يشوف ان شاء الله باذن الله ممكن افضل خطه ممكن يطبقها في نادي الاسماعيلي بحيث ان هو يبقى مطمن وهو ان شاء الله في مباراه بتاع كلوب القادمه في الجوله الرابعه، وان شاء الله نتمنى له باذن الله الفوز باذن الله في المباراه. سريعا استاذ حسام، مع او ضد بقاء محمد صلاح داخل الدوري الانجليزي ام الانتقال للدوري الاسباني عبر بوابه ريال مدريد او برشلونه؟ طبعا احنا نتمنى كل جماهير مصر والعالم نفسهم يشوفوا طبعا محمد صلاح في ريال مدريد، ودي حل يعني الاحتراف العالمي، ولكن طبعا ازمه كورونا اثرت بشكل كبير جدا على الانتقالات، كتير قالوا ان مثلا هو هينتقل لبرشلونه او ريال مدريد، ولكن الجائحه اللي فرضت بشكل سيء خاصه على الماليات. بالنسبه لريال مدريد طبعا ماركو اسينسيو طبعا خد حوالي 6 شهور وهو مصاب هيغيب عن الملاعب، فهم في حاجه الى مثلا التعاقد مع حد زي محمد صلاح، ولكن طبعا يقال ان هو مثلا عايز 30 مليون يورو في السنه، طبعا ده مبلغ ضخم جدا مش هيقدروا يحققوه في الوقت الحالي سواء لبرشلونه او لريال مدريد، ولكن طبعا ان شاء الله نتمنى له التوفيق باذن الله ويظل محمد صلاح نجم اوروبي باذن الله. شكرا لك استاذ حسام الغرباوي، دي طبعا كانت ابرز اخبارنا هنا من داخل جريده الجمهوريه، شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. احنا بنشكر جزيل الشكر زميلتنا العزيزه نورهان طمان.